أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المشاهد نت: ميليشيا الحوثي تفجر منزل مواطن بعد أسابيع من قتل زوجته ونجله. من العربي الجديد: اليمنيون يقاطعون محطات الوقود في صنعاء. من اللوفير: موقع أمريكي يقول إن إيران تسعى لتدمير اقتصاد اليمن كما فعلت بالعراق قبل عقدين. وأخيرا من القدس العربي ومن الأخبار المنوعة: الهند تسجن 8 حمير أكلت نباتات نادرة. أهلا بكم. بعد أن قتلوا زوجته ونجله قبل أسابيع، عادت ميليشيا الحوثي إلى مديرية صبر الموادم لتفجر المنزل الذي قتلت ساكنيه، وعنون موقع المشاهد نت: جماعة الحوثي تفجر منزل مواطن في تعز. قال الموقع إن جماعة الحوثي وصالح أقدمت على تفجير منزل التربوي طه حسن فارع في منطقة عبدان شرقية صبر الموادم، وأدان أمين عام نقابة معلمي تعز عبد الرحمن المقطري عملية التفجير التي طالت منزل التربوي فارع، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية تجاه ما يتعرض له السكان. يتابع الموقع: ميليشيا الحوثي كانت قد أقدمت على قتل زوجة ذات المواطن ونجله بعد اقتحام منزله قبل قرابة شهر. في عنوان بارز يتساءل موقع الموقع بوست: عودة القضاء، هل تحل مشاكل عدن؟ ويقول التقرير الذي نشره أولا موقع الجزيرة نت: عجلة القضاء استأنفت دورانها في العاصمة المؤقتة عدن، حيث عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة الخميس أولى محاكماتها، مستأنفة بذلك عمل الجهاز القضائي بعد انقطاعه منذ 2015 بسبب الحرب. يضيف التقرير: يواصل السلك القضائي نشاطه بمدينة عدن في سبيل تطبيع الأوضاع بشكل كامل مع عودة نشاط المحاكم والنيابات المتخصصة في قضايا الحق العام. ويمثل ملف المخفيين قسرا أحد أبرز القضايا الشائكة أمام القضاء، خاصة في ظل استمرار صراع النفوذ بين معسكر الشرعية اليمنية ومعسكر الإمارات وما خلفه من انقسام السلطات الأمنية التي أصبحت تخضع للنفوذ الإماراتي وليس للسلطة القضائية التابعة للحكومة الشرعية. رئيس رابطة المحامين لسيادة القانون صالح ذيبان أكد وجود تحديات عديدة وعلى رأسها التحدي الأمني، معتبرا أن عودة المحاكم بمختلف درجاتها للقيام بمهامها في المناطق التي تخضع للمؤسسة الشرعية خطوة مهمة لإعادة ملف تطبيع الحياة وبسط نفوذ الدولة على المناطق التي تسيطر عليها. هل تذكرون أنكم وعدتم اليمنيين بالحج بأسلحتهم ومن غير جوازات سفر أو تأشيرة إلى مكة، فيما أنتم اليوم غير قادرين على فتح مطار صنعاء؟ هكذا يطرح محمد جميح تساؤلاته في مقال نشر اليوم، مضيفا في أجزاء من المقال: قلتم أنكم ستستعيدون أرضكم المحتلة فخسرتم الجنوب ومأرب وأجزاء واسعة من الجوف وتعز والبيضاء والسواحل الغربية، وعدتم بالحفاظ على وحدة البلاد وأنتم سبب دعوات الانعزال المتعالية هنا وهناك، وعدتم بخفض أسعار المحروقات فخفضتم سعر الريال أيها الأذكياء. ليس لديكم اليوم منجزات لأنه لم يكن لدى الأئمة الغابرين أثار، ولذا تشعرون بالتضاؤل أمام تاريخ اليمنيين وحضارتهم القديمة الوسيطة قبل أن يحل عليهم ظلالكم الدامس وغباركم الكثيف وفكركم الخارج عن صفحات كتب أكلتها أرضة الأزمنة الغابرة. أعرف أنكم ترددون حكاياتكم التي لم يعد لها طعم عن العزة والكرامة التي حققتموها لليمنيين بعد أن سرقتم بلادهم في حين غفلة من أحفاد الزبيري والنعمان والقردع والحميقاني. كرامة لا يأتي بها اللصوص، يا لصوص التاريخ والجغرافيا ومحتويات البيوت. تقولون بكل حمق أنه في ظلكم وظلكم ثقيل أصبح لليمنيين كرامة وعزة. هذه العبارة السخيفة تدينكم أكثر مما تشهد لكم، لأنكم بها تزعمون أن اليمنيين قبل طالعكم غير الميمون لم تكن لديهم كرامة وأنهم كانوا بلا عزة حتى جاءهم قرآنكم الناطق.
وإلى موقع المصدر أونلاين والذي يعنون من مدينة لم تتوقف الحرب فيها منذ 5 أعوام. حوثيون يختطفون 5 مدنيين عقب مداهمة قرية في البيضاء ويجبرون الأهالي على النزوح. قال سكان محليون إن مسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح شنوا حملة مداهمات واختطافات ضد مدنيين في مديرية مكيراس جنوبية محافظة البيضاء. وذكر السكان للمصدر أونلاين أن الحوثيين اقتحموا منازل أهالي قرية الرحبة وبدأوا في تفتيشها وطلبوا الأهالي مغادرة القرية تحت تهديد السلاح، وأشاروا إلى أن ذلك جاء عقب انفجار لغم أرضي في منطقة محظورة أمنيا تقع تحت سيطرة الحوثيين. وأفاد السكان بأن الحوثيين خطفوا 5 من سكان القرية وهم أحمد عبد المرزوقي ومحمد عبد القادر المرزوقي ومحمد أحمد الخضر المرزوقي ومحمد عبد الله أحمد المرزوقي وصابح عبد الله موسى اليوسفي. وإلى صحيفة أخبار اليوم، العديد من العناوين وردت في الصفحة الأولى، وأبرز تلك العناوين: العثور على جثة قيادي في المقاومة الجنوبية بعدن، وقبائل المنطقة الوسطى تدين استهداف العيسي، وعنوان عن المخلوع: صالح يعترف التحالف مع إيران للدفاع عن النفس والعرض والأرض، وعنوان بن دغر يناقش الوضع الأمني والعسكري مع قائدين في التحالف العربي في عدن. وفي أبين: قائد الحزام الأمني في المحافظة ينجو من محاولة اغتيال في كمين مسلح بالمحفد. ومن تعز: مواجهة ضارية في الوعش شمال تعز وسقوط موقع عسكري هام بيد الحوثيين بمساندة أبي العباس. نشرت شبكة صوت الحرية مقالا كتبه محمد سالم بارمادة بعنوان: الانقلابيون الحوثيون يبيعون الوهم للناس. وقال في جزء منه: الجريمة الكبرى التي وقع فيها الشعب اليمني هي أن زعيم الانقلابيين يقدم الفشل على أنه نجاح، والهزائم العسكرية المتتالية في كل الجبهات على أنها انتصارات، والهبوط الاقتصادي على أنه انتعاش مالي. يقدمون مبررات منطقية لفشلهم في إدارة مناطق سيطرتهم لقرارات غير منطقية. زعيمهم الذي علمهم السحر يقدم خطابا حماسيا وإنجازات كارثية، ويرسمون سياساتهم على أساس الأمان والأحلام. الانقلابيون الحوثيون يبيعون الوهم للناس ويصدقون ما توهموا. إن النكبة التي يمكن أن تصيب أي شعب من الشعوب هي أن يبتلى بزعيم يحسن الحديث بارع في تسويق الفشل. هذا النوع يحترف القدرة على بيع الأوهام للجماهير وإعادة صياغة الكوارث التي يرتكبها أتباعه بشكل كاذب لكنه مقنع للجماهير. التاريخ في نهاية الأمر سيكشف للجميع حقيقتهم، وسيكشف حجم الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب اليمني. ما تزال أمهات المختطفين في صنعاء يحملن مشاعل الحقوق في كل يوم ويكررن نداءاتهن ومطالباتهن أمام ميليشيا لا تؤمن بوجود الإنسان، ناهيك عن حقوقه، ويعلق موقع الاشتراكي نت. أمهات المختطفين 372 مختطفا معرضون للموت في سجون الميليشيا. قال الاشتراكي نت إن رابطة أمهات المختطفين كشفت عن 372 مختطفا معرضون للموت بعد إصابتهم بالعديد من الأمراض التي أصيبوا بها جراء اختطافهم وإخفائهم وتعذيبهم لأكثر من 2 عامين دون وجه حق. وقالت الأمهات إن بعض المختطفين أصيبوا بالجنون وآخرون بالجلطات والإصابات الشديدة في العمود الفقري والكلى، ناهيك عن أمراض سوء التغذية والأمراض الجلدية. وأوضح البيان أن المختطف عبد الإله سيلان قد يفقد حياته بعد أن ساءت حالته الصحية جراء تعذيبه داخل سجن الأمن السياسي بصنعاء، ولم يتحرك أحد لإنقاذ حياته أو إدانة الظروف التي يمرون بها داخل السجون. وأضاف بيان أن الأمهات يفقدن العشرات من أبنائهن المختطفين والمخفيين قسرا داخل سجون صالح والحوثي بشكل مستمر جراء التعذيب الشديد والإهمال الصحي المتعمد بحقهم. ما الذي قالته الصحف العربية الصادرة اليوم عن أحداث اليمن وقضاياه، بالإضافة إلى منوعات صحف ومواقع عالمية؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. يعتقد موقع أمريكي متخصص بالدراسات والبحوث المتعلقة بالقانون والأمن القومي أن الجمهورية الإيرانية قامت بتضخيم العملة اليمنية لاستخدامها في استهداف اقتصاد البلد الذي يعاني من حرب أهلية طاحنة. وأشارت كاتبة الموضوع ميغاريس، وهي زميلة رفيعة المستوى في مجال الأمن القومي في معهد أريستريت إنستيتيوت، إلى أن مكتب الخزانة الأمريكي لمراقبة الأصول فرض عقوبات يوم 20 نوفمبر على أفراد وكيانات مرتبطين بعملية نفذتها قوة قدس إيران أو قوة القدس الإيرانية لطباعة عملة مزيفة من الريال اليمني تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية مستخدمة معدات أوروبية. ولفتت الكاتبة في تحليلها الذي نشر في موقع فير وترجمه يمن مونيتور إلى أن الخزانة الأمريكية لم تصدر سوى معلومات محدودة عن المؤامرة، ولكن من المرجح أن تحفز العقوبات صناع القرار على تحليل تحركات إيران التالية بعناية. إن هذا التطور المهم يفرض أمرين مهمين، تقول الكاتبة. الأول، يجب على الولايات المتحدة أن تولي اهتماما وثيقا لماذا كانت إيران تريد استخدام الحرب الاقتصادية لزعزعة استقرار الخصم وكيف يمكنها ذلك. وقالت الكاتبة إن الإشارة إلى أن قوة قدس الإيرانية كانت تطبع الريال اليمني تدعو للسؤال، لماذا اختارت إيران تزويد العملة اليمنية على وجه الخصوص؟ ولفتت الكاتبة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها طهران التزوير كأداة للحرب الاقتصادية، فقد ارتبطت إيران بمخطط تزييف يستهدف الاقتصاد العراقي في عام 1992، حيث غمرت الاقتصاد العراقي بأموال مزيفة من أجل زيادة التضخم وزعزعة استقرار الاقتصاد. اقتصاديا، عنونت صحيفة العرب الجديد بخصوص ما يجري في صنعاء، اليمنيون يقاطعون محطات الوقود في صنعاء. قالت الصحيفة، ينفذ اليمنيون في صنعاء حملة المقاطعة للمشتقات أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية رفع أسعار الوقود، حيث شهدت محطات النفط في صنعاء شللا شبه كلي في الحركة استجابة للحملة. الحملة جاءت بعد أن أقرت جماعة الحوثي رفع أسعار المشتقات النفطية للمرة الثانية خلال أسبوعين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وبحسب التسعيرة الجديدة، رفع سعر 20 لترا من البنزين إلى 8300 ريال يمني للمرة الثانية، بعد أن أقرت السعر قبل أقل من أسبوعين ب6000 ريال. وأثار قرار رفع أسعار المشتقات استياء كبيرا في أوساط المواطنين في صنعاء وبقية المحافظات، ما دفع ناشطين بتنظيم حملة للمقاطعة. وفي السياق، يقول أحد المواطنين إن محطات الوقود في صنعاء شبه متوقفة جراء مقاطعة المواطنين الشراء تجاوبا مع حملة المقاطعة التي تؤيدها مختلف الشرائح الاجتماعية. ويشير إلى أنه أوقف سيارته تجاوبا مع الحملة سعيا للحد من جشع التجار في ظل صمت سلطات الأمر الواقع بصنعاء. الحق يقال. وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لم يكن يوما دبلوماسيا، وقبل المنصب بناء على نصيحة زوجته ريندا سان كلير، هكذا تكتب جويس كرم في مقالها المنشور في صحيفة الحياة بعنوان تيلرسون ودبلوماسية باوربوينت. رشحه ترامب منذ عام للمنصب بسبب بنيته الجسدية، كما قال المستشار السابق ستيف بانون، ورصيده التجاري مديرا لعملاقة النفط إكسون. إلا أن عقود النفط من كردستان إلى قطر إلى روسيا التي أبرمها الوزير لم تترجم إلى صفقات دبلوماسية لتيلرسون في الخارجية، وبنيته الجسدية لم تفلح في إنهاء أزمات إقليمية تضاعفت في حدتها وانقساماتها منذ وصوله المنصب. الدبلوماسيون في الخارجية يتحدثون عن شخصية انطوائية قليلة الكلام ومنغلقة في مديرهم الحالي، يتجاهل الإيجازات والأوراق المعدة حول أزمات لا تهمه، بينها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا يتواصل مع المكاتب والسفارات في مناطق الأزمات.
لا، بل حتى اليوم ليس هناك سفير أمريكي في السعودية أو تركيا أو قطر أو الأردن، وليس هناك مساعد دائم لمكتب الشرق الأدنى، وديفيد ساترفيلد في مهمة مؤقتة ستنتهي قريبا. تيليرسون منشغل في عروض باوربوينت حول تقليص حجم الوزارة وصرف 2000 شخص مع نهاية العام المقبل. الوزير المتقوقع يتصل فقط بمكتب التخطيط السياسي بحسب صحيفة بوليتيكو، وعلاقته سيئة مع البيت الأبيض، ويتذمر بين الحين والآخر بأن صهر الرئيس جاريد كوشنر لا يستأذنه قبل الخوض في ملفات شرق أوسطية. كيف يستأذنه كوشنر وهو غير مكترث أصلاً بملفات وقضايا ساخنة؟ خلال أزمة الأقصى رفع مسؤولون في الخارجية الأمريكية طلباً لوزيرهم للاتصال بالجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وطلب وساطة أردنية، وجاء الطلب مع إيجاز معد بتفاصيل القضية وأبعادها لتيليرسون. الوزير لم يرفع السماعة، والأرجح أنه لم يقرأ الإيجاز أيضاً. والدبلوماسية الأمريكية غارقة في الحضيض في عملية السلام كما هي في سوريا واليمن وأزمة لبنان الأخيرة ومع إيران. قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً عابراً للقارات حلق لأعلى ارتفاع على الإطلاق لمسافة تصل إلى نحو 1000 كيلومتر قبل أن يسقط في بحر اليابان، وعنونت البي بي سي: الإطلاق الصاروخي الأحدث لكوريا الشمالية تهديد عالمي. تقول الشبكة: تجربة الإطلاق التي أجريت في وقت مبكر من يومنا الأربعاء هي الأحدث في سلسلة تجارب الإطلاق الصاروخي التي أثارت توترات دولية، وآخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً كانت في سبتمبر أيلول الماضي، وجاءت بعد أيام من إجرائها سادسة تجربة نووية. وجاءت تصريحات ماتيس في البيت الأبيض بعد أن اطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين على إطلاق الصاروخ الأحدث لكوريا الشمالية، وأوضح أن الصاروخ حلق لمسافة أكثر من أي تجربة إطلاق سابقة، وأن كوريا الشمالية تصنع صواريخ باليستية تهدد أي مكان في العالم. مسؤولو الحكومة اليابانية قالوا إن الصاروخ حلق لنحو 50 دقيقة، لكنه لم يمر فوق اليابان كما حدث في بعض تجارب الإطلاق السابقة. وطلع الرئيس ترامب على التجربة بينما كان الصاروخ الباليستي لا يزال يحلق في الهواء حسبما أفاد البيت الأبيض. تكرس صحيفة الجارديان افتتاحيتها للموضوع ذاته تحت عنوان حماقة الحرب وسخرية مفاوضات السلام المترددة، وتنطلق الافتتاحية من أن أحد دروس التاريخ يشير إلى أن خطط السلام يصوغ مفرداتها المنتصرون، موضحة أنه بعد نحو عام تقريبا من سقوط حلب آخر معقل مدني كبير للمعارضة السورية المسلحة في أيدي القوات الحكومية، تعود دبلوماسية صنع السلام إلى الواجهة مع المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف المرتقبة خلال هذا الأسبوع. وتضيف الصحيفة أن ذلك أمر مرحب به على الرغم من أن الآمال بتحقيق تقدم كبير ضعيفة، إذ منذ عام 2012 حدثت جولات كثيرة من المفاوضات وانقضت من دون أي ثمار حقيقية. وتشير الافتتاحية إلى 6 أعوام من الحرب حولت سوريا إلى أرض يباب، وأن نهاية الضربات الجوية والتجويع والحصارات وغرف التعذيب لا يمكن أن تكون في يوم قريب. وتشدد الصحيفة على أن هذه الحرب ليس فيها منتصرون بعد مقتل ما يقدر بنصف مليون شخص ونزوح الملايين، وتخلص إلى أن السلام المستدام لن يتحقق ما لم تتح الفرصة للسوريين لاختيار من سيحكمهم وطريقة هذا الحكم. في الأخبار المنوعة التي أوردتها الصحافة اليوم، جاء في صحيفة القدس العربي حبس 8 حمير في الهند. قالت الصحيفة: قام حراس أحد السجون في الهند بحبس 8 حمير لمدة 4 أيام بعد دخولها إلى حديقة ملحقة بسجن وإتلاف نباتات قيمة بها. وفي التفاصيل أفادت قناة نيو دلهي بأن مسؤولي سجن في ولاية أوتار براديش شمالي الهند قاموا بسجن الحمير عقابا لها. وفي تصريح للتلفزيون المذكور قال ريكي ميشرا أحد حراس السجن إن الحميرة ألحقت الضرر بأنواع قيمة من النباتات الموجودة في الحديقة،
وأضاف مشيرا إلى أن مسؤولي السجن حذروا أصحاب الحمير في وقت سابق بخصوص عدم السماح لحميرهم بالاقتراب من حديقة السجن، غير أنهم لم يأخذوا التحذيرات على محمل الجد، لهذا تم اعتقال الحمير. تتابع القدس. بعد أن تكفل أحد السياسيين في المنطقة بتعويض الخسائر التي حصلت في حديقة السجن، تم إخلاء سبيل الحمير وإعادتهم إلى أصحابهم. أهم الأحداث التي شهدتها مناطق مختلفة من العالم ووثقها مصورو صحيفة الجارديان، نتابعها في جولتنا المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بألف خير.